السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة أخرى متابعينا الأوفياء متابعين قناة مغارب أنيوز، أولاد صالح. هذه المرة واحد القصة اللي قصة غريبة وعجيبة، يعني لأول مرة كتعرض على المنابر الإعلامية. توصلنا واحد النداء من عند مي باركة. مي باركة هلال باركة، أمي باركة، القصة ديالها قصة غريبة جدا اللي كتشوفوا معنا مباشرة مشاهدينا الأوفياء هو عبد المجيد. عبد المجيد الغريب في القصة ديالو هو أنه طفل كيعيش في جسد رجل، رغم أنه في السن ديالو 52 سنة، إلا أنه الحركات ديالو والسكنات ديالو كلها ديال الأطفال. عبد المجيد ما كينعس حتى كيلعب بالدومة ديالو، يعني كيشد الدميات كما كتلاحظوا معنا، الدميات راهم وحده الان، يعني ها هو، يعني عبد المجيد لاحظوا. عبد المجيد صراحه امو باركه عانت معاه مده ديال 52 سنه. غادي نحاول نقربكم من القصه اكثر مع امو باركه. امو باركه المغاربه الان راه كيتابعوا فينا وكيشوفوا فينا. المغاربه الان بغاو يعرفوا القصه ديال عبد المجيد. الله يجازيهم بخير. شكون هو عبد المجيد أمي باركة؟ ولدي يا وليدي هو عبد المجيد. وانا وليدي كنعاني من جهه المرض ديالو، وانت كان مسكين مريض شاط عليا، مريض بالتلاوي. لا قبل أمي باركة، قبل ما نوصلوا للمرض اللي عبد المجيد دابا اللي من اجله عايشتي علينا حنا دابا. اي وليدي. دابا حنا غير المغاربه المشاهدين بغاو يعرفوا القصه ديال عبد المجيد، كيفاش كبر، كيفاش ملي كان صغير، كيفاش وقع عليه حتى ولا دابا حنا كنشوفوا بانه 52 عام بحال باقي دري صغير. 52 عام بحال باقي. هذه القصه اللي بغاو المغاربه يعرفوها. اي وليدي، وانا عندي كنعاني معاه بكل الفرح بكل هذه نهار اليافيم هذه، ولكن دابا ملي تحط زعما انا بغيتهم يعاونوني في المرض ديالو، هذا هو اللي كانوا المعيشه ديالي، هذا هو اللي كانوا خير الله. والله يجازيهم بخير، والله يعمل اللهم انت على جلالهم في ميزان الحسنات، الله يعمل اللهم انت علي يروف علينا وعليهم، هذا هو اللي كاين وليدي في الله سبحانه. انت امي باركه سمعيني قلت احنا دابا حنا بغينا نعرفوا عبد المجيد كيفاش هو ولات عنده 52 عام. سمعيني كيفاش هو ولات 52 عام، زعما كيفاش عاش الطفوله ديالو تبقى تولى بحال هكا عبد المجيد، ولا انسان راجل وباقي عقله ديال الاطفال، هذا اللي بغينا نعرفوا دابا حنا. الشيء اللي بغى الله تبارك وتعالى هو عايش الدري الصغير، عقله كي تاع الدري الصغير، ما قال لك فين مشيت فين، قال لك عقل الجمجمه صغيره عقله. هذه بغينا نعرفوا اش قال اش قال لك الذهني. قال عنده جمجمه صغيره. عنده قال لك المخ في الجمجمه صغيره. عندي معاه تيفرج الله، وهذا هو اللي كاين وكاين سيدي ربي الكريم، الله يترف عليكم ويكثر خيركم، هذا هو اللي كاين وليدي صافي، هذا هو اللي كاين. دابا انت يا امي باركه ملي تواصلوا معنا الناس الله يجازيهم بخير، الله يجازيهم الناس اللي تواصلوا معنا وعطونا الحاله ديال امي باركه والحاله ديال عبد المجيد بشكل خصوصي، تكلموا معنا بانه عبد المجيد كان يعني بطبيعه الحال بانه طفل بجسد رجل، ياك؟ ولكن هذا الشيء كله كنتي صابر القضاء الله والحكم ديالو، كتقولي قضاء ديال الله. الحمد لله. الشيء اللي ما تحملتيش على حسب ما قلتي لينا وما شاهدنا هو انه دابا عبد المجيد كيتألم. كيتألم قدام. اشنو الشيء اللي كيألم عبد المجيد دابا؟ كيتألم المرض وليدي، كيشدوا ذاك المرض، كيعاود وليدي توجع بين يديا، ما عرفتش كيفاش ندير لي. مشينا عند الطبيب قلنا لي، قال لك عنده الحدا، طلعوا لي 4 سنين وانا الحاله ضعيفه ما عديش. وداك الشيء اللي كاين وليدي قال لك دو الميريزكو، قلت له وليدي ما يعرفش الدري راه ما يعرفش غادي نذبحو، بقيت معدي معاهم شهر ثلاثة تعاملوا قلت، ودرك وليدي ثاني رجع لي داك المرض رجع ليه، وبغيتكم وليدي تعاونوني فيه، هذا هو اللي كاين خير الله، هذا هو اللي كاين وليدي. دابا عبد المجيد بغينا نعرفوا واحد المسألة، أشنو هو دابا الشيء اللي دابا عبد المجيد كيعاني منه في هذه اللحظة اللي حنا كنهضروا عليها، أشنو هو الحوايج اللي كيعاني منهم دابا عبد المجيد دابا مثلا اللي خلاوك تواصلي معنا حنا كمنبر إعلامي؟ كيعانوا من الكلاوي، كيعاني فيهم الحجر، وثاني تربوا فيه الكروستاج، هذا هو اللي كاين وكاين سيدي ربي الكريم، كيعاني من داك هذا الدار اللي شتي فيه هو بعينك وليدي، إي وي وليدي هو هذا. يعني أمي باركة حنا كنقدروا أن امرأة هذه من النساء المغربيات اللي يعني نساء مغربيات. أمي باركة الآن العمر ديالها قرب ل 80 سنة، قرب ل 80 سنة، هي أم
الاطفال طبعا تحد الاربع ياك ما عندي خمسه وليدات، عندي خمسه الاولاد، عندي خمسه ثلاثه الذكوره واحد مات وجوج باقيين، هذا فيهم هذا اللي مريض وجوج بنات. عندي خمسه الوليدات الله يخليك ما طراش، هذا هو اللي كاين. مساله اخرى صراحه الغريب في القصه ديال عبد المجيد هو واحد صراحه انا كنحيي من هذا المنبر، هذا المنبر مغرب نيوز، كنحيي واحد المراه المغربيه بالاضافه الى مي باركه اللي كما قلنا مي باركه مسكينه من النساء المغربيات القلائل اللي باقي محافظين على العفه ديالهم، محافظين على الحشوميه ديالهم كما كنقولوا، ولازم لحد الان كتعاني مع هذا الطفل بجسد رجل. انا صراحه انا كنتمنى انكم تنتبهوا للحركات ديال عبد المجيد، فهي حركات ديال الدراري الصغار صبيانيه ديال الاطفال، ولكن هادشي كله ما منعش من البركه انها تحمد الله سبحانه وتعالى، قالت امنات بالقضاء ديال الله والقدر ديالو، قالت هادشي جمع عند الله مرحبا به، ولكن هي كتشوف بان الابن ديالها دابا كيتالم حداها. ياك وليدي كيتالم حداها مسكين، لاحظوا شوفوا الحركات، شوفوا الحركات ديال عبد المجيد، راه حركات لا اراديه، حركات ديال الاطفال الصغار، لاحظوا معنا كما قلت لكم مول باركه مسكينه عانات مع هذا الابن هذا مده ديال 52 سنه الان. معاوناني في دركا واحد البنيه ما بقاتش عندي الصحه، معاوناني في هذه البنت مسكينه، هي اللي معاوناني في، هي اللي مسكينه تهزو معايا، هي اللي تحطو معايا، هي اللي تخلقوا، هي اللي كل شيء، انا ما بقاش نقدا وليدي السي معاوناني. عاودي لنا القصه ديال هذه المراه اللي بغي من هذا المنبر بغينا النساء كلهم يحيوها بحراره، اللي هي الاخت ديالو اللي ما بغاتش تزوج. هذه اللي بغينا لا واحد المده ما بغاتش تزوج واحد المده حتى وصلت العمر ديالها 44 سنه. عدد زوجات حتى لقات واحد الناس اللي تفهم الوضع ديالها والوضع ديال الاخ ديالها وديال الام ديالها. عاودي لنا القصه ام البركه باش المواطنين وحتى المغربيين حتى هما يعرفوا هذا النضال ديال هذه الاخت اللي في عمر ديالها 44 سنه عاد لقات الناس اللي تزوج بها 44 سنه. كل من واحد جا ليها ما كان بغيهاش تزوج، جا واحد مسكين قال لي هكا كاين، قلت ليه لا وليدي زعما كيدخل داكشي ما بغيش نشم ريحته، بقينا تلاقينا مع هاد الخلق، بقينا معاه في الجامع تاع بيت الله نهار 27 في رمضان، تلاقينا معاه قلت ليه وليدي الله فيك نديرك في ظهري، قال لي مرحبا وسهلا، تلاقينا معاه كان في الحمد لله الخير، هذا هو اللي كاين، وهي الجواز اللي قالت لي امي لما تجوزش انا هنا نتجوز في الاخير، نتجوز مع اخير حريات، والحمد لله على كل حال. يعني مباركه هاد الاخت ضحات بالمستقبل ديالها على قبل عبد المجيد. انا اللي قال لها ما ولدتيش تقول لي ماني عندي بنيه وليد، تكون امي عندي امي وعندي خويا. هذا هو اللي بهذه العبارة وقيلا بهذه العبارة قالت لهم أنا عندي أمي وعندي خويا، أنا هو وليداتي، هذا هو اللي كانوا ندير أنا بحال وليداتي، الله يكون فيها الخير، الله يكون فيها الخير ويكونوا فيك حتى أنتايا، والله يزادي هاد الناس، الله يخلف عليهم، والله يكثر خيرهم، إذا داروا هاد الحسنات عاد الله تبارك وما يديروها، ربي ما كينساهاش، الله يجعلها في ميزان الحسنات، وهذا هو اللي كان بغيت على وليدي يتعافى ليا ويتشافى ليا، والحمد لله على كل حال. مشاهدينا الأوفياء ام باركه يعني صراحه راه كما قلنا وربما لاحظتوا ام باركه بانها من ذوك النساء العفويات، نساء اللي مغربيات مساكن اللي عاشوا زمن العفه، عاشوا زمن النضال، عاشوا زمن ديال طبيعه الحال ديال النضال من اجل التحرير ديال الوطن ديالنا. انا لاحظتوا ام باركه مسكينه واحد المراه اللي باقا مسكينه عفويه باقا ما كتعرفش حتى تقول داكشي اللي باغا في القلب ديالها. هي النداء ديالها الخوت المغاربه لا داخل ارض الوطن ولا خارج ارض الوطن، هو ان الابن ديالها هي راضيه بقضاء الله والقدر ديالو، وكتشوفوا معنا مباشره بدون تجميل بدون مونتاج داكشي مباشره، عبد المجيد يعني طفل في جسد رجل بكل ما تحمل كلمه معنى اللي كتلاحظوا معنا. والحاجه الاخرى هي مباركه حاولي توري المشاهدين، وكنعتذروا على هذه الصوره هذه المشاهدين الكرام، ولكن باش تشوفوا الصوره الحقيقيه. عبد المجيد الان كيعاني من حجر في الكلاوي ديالو بجوج، الكلاوي ديالو بجوج يعني، وملي مشى للمستشفى طلبوا ليه كل كلوه انه يعني باش يحيدوا ذاك الحجر جوج ديال المليون 20,000 درهم، وكل العمليه كدير من وراء العمليه اخرى شهر عادي يمكن لهم ياك امون. قالوا لكم ياك؟ قالوا لي جوج المنيل ما عطاوني حتى فانيلا يشربها، قال لك هذا يمكن الا بقى شويه غادي يدير دياليز،
كل وجه واش منين وقالك شهر عاد يفتحوا ليه اخرى. وحنا ما فتح حقتناش وجينا وليدي قال لي ولد خويا ندوي المريض. قلت له وليدي ما كيعرف والو غنمشي ندبحو. بقيت صبر ثاني شهر ثلاثه تعامل ودوك ثاني جا توقع في ذاك البروستاج. هذا هو اللي كاين وكاين الله سبحانه يلا هو صافي وليدي. اذا المشاهدين كانوا سمعتوا مبارك كما قلنا راه شوف المواطن المغربي الحمد لله عطي الله واحد الذكاء واحد الفراسه يعني كيحس الحاجه اللي كتخرج من القلب كيحس بها المواطن المغربي. مبارك راك سمعتو كتكلم بانه قالت لك انا راضي بحكم الله 52 سنه ولكن اللي كيألمني قالت لك هو هذا الوليد. قلت لها واحد العبارة اللي وحيت هو وليد نيت هذا الطفل هذا اللي بجسد رجل مسكين كيعيش المعاناه يوميا كيتألم لدرجه انه غادي تصبروا معنا وغتسمحوا لي هنا غادي نقول لكم واحد المساله. القيح 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 كيخرج يعني في ملي كيتبول عبد المجيد كيخرج منه القيح ياك ياك باش تسمعوا المواطن مباشره عندك كيخرج ليه حشاك القيح كنصيبوه في الميكا وهو كيطيح يتألم والقيح كيخرج حشا وجهك. هذاك القيح فين تربى في ذاك الألم اللي كيتألم فيه هو وهذا هو اللي كاين وكاين الله سبحانه وتعالى ويلي وليدي. واخا مباركه وري وري المشاهد ديالنا مشاهد مغربي وري ديك الميكا اللي كتستعمل فيها كنعتذروا. هاي وليدي هاي الميكا هاي ياك هاي هاي قدام عبد المجيد هاي وليدي هاي وليدي هاي حشا هذه اللي صرف الله قدرك. واخا الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد. الله يجزيكم بخير. مشاهدينا الكرام يعني الصورة غنية عن كل تعالى شفتوا شي قدامكم. الحمد لله الحمد لله. كما قلنا أمي مباركة ما رضات بحكم الله والقدر ديالو ولكن اللي ألمها أكثر هو أنك تشوف الإبن ديالها كيتألم يوميا. ما شفت ليه جاتش. ياك. ما شفت ليه جاتش. كي كتحسي ملي كتشوف فيه مثلا ملي كي قلبي كيبكي قلبي كيبكي وليدي كي غندير ليه فاش غنبتو قعدنا في ميريد كوتا الربعة تاع الليل حق لا إله إلا الله. هذاك السيد مولا بلاص مسكين مشى ضربنا التليفون وجا جابنا من ميناء تكوتا هنايا كتحس في قلبك كيبكي ما تعيش ما تتقوت ما تحسش كيفاش دار. والحمد لله الحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد لله. المشاهدين ديالنا الاوفياء يعني الصوره وفيديو معبر غني عن كل تعليق. ام مباركه مسكينه كتعاني مع الطفل هذا اللي هو في جسد رجل. الامنيه ديالها انه ما تبقاش تشوف الابن ديالها كيتالم يعني باغا دير ليه عمليه على الكلوه ديالو. هو الان واحد الحاله حرجه لا قدر الله يضطر معها انه يمشي يدير الدياليز. يعني ياكم انا معكم مباركه وغادي نوضح للمشاهدين يعني لما تم تدارك عبد المجيد وتدارت ليه هذه العمليه لازاله هذا الحجر اللي في الكلاوي ديالو بجوج كل كلوه في الحجر يعني عمليه كتطلب 20,000 درهم 20,000 درهم عاد من بعد عمليه اخرى ب 20,000 درهم. اذا هذه الام الصبوره هذه المراه المغربيه الحره اللي من الامهات القلائل اللي باقي كنشوفوهم في البلد ديالنا واللي كنتشرفوا انهم باقي البركه ديالهم معنا في البلاد. كنتمنى غير الابن ديالي تعافى هي راضي بحكم ديال القدر ديالو كتقول لك انا نعيش معاه حتى يتوفاني الله سبحانه وتعالى. والله كنقول يا ربي هذاك المرض اللي فيه يجيني انا هو ما يعرفش انا نعرف نتنزل نقول هذا الرايس ضربني بحال هو ما يعرف والو. كنقول يا ربي هذاك المرض اللي فيه بغيتو يجيني انا والحمد لله على كل حال. كاين المؤمنين كاين اهل الله كاينين هما يشوفوا في هذا الشيء راه ما يقدروش يصبروا لي والحمد لله على كل حال. انا صابرني جيت الله تبارك وتعالى كيبقى فيا وليدي اللي ما يتقوتش ما والو ما يتقوتش في 10 ايام هو قاعد مسكين ما يتحركش من بلاصتو حتى تشوفوا الحاله كيف دايره والحمد لله الحمد لله على كل حال. إذا سمعتوا معنا الأم مباركة والأخت ديالو اللي كنرفعوا لها القبعة من هذا المنبر هذا ولكل مرأة مغربية بحالها يعني كضطر أنها كتلازمو في النوم ديالو في الفياق ديالو في كل شيء. علاش؟ سبب بسيط جدا هو أنه باش ما يحيدش هاد اللي كان ربطو من يديه ياك ربطو من يديه باش هذاك التيو ما يحيدوش حاجة وجهك كانت تحيدو تكرفطنا بزاف. عقب ما طلعنا من الميت واحد من الدولي ثاني الميكا وداك الشيء كندير لي ديته هكا ونعمل ليه الزيف وفي غادي نتي تنحسي حداه كي غتخضري ما تخضريش نتي حداه تشوف وين كيتألم وهو مربوط من يدي. والحمد لله على كل حال ها هو ما ديرنا ولكن الحمد لله على كل حال اللهم لك اللهم لك الحمد. يعني مباركه كتقول بانه كضطر انها كتربط ليه يديه
وكتشوفو كيتألم قدامة في الليل وهو يديه مربوطة، ولكن كتقول لك أودي يعني عندها شي مبررات ديالها، كتقول لك إلا مربطش يديه هو بحكم أنه طفل صغير جسد رجل، يعني كيبدي يحيد في هذاك كيبدي يحيد في هذاك الميكا، يعني كيقدر يقطعها هو كيعرفش واحد غير عند راسو الخضر، ما عندوش كاع الفكر، ما عندوش فكر. لهذا فالأم مباركة كتناشد المغاربة داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن أنهم ينقذوا عبد المجيد، ينقذوه مباركة. الحمد لله ما تبكيش أم مباركة، ما تبكيش، شو ما تبكيش، إن شاء الله كي عندنا مغاربة الحمد لله، كاينين المحسنين، كاينين الناس اللي باغيين الأجر، غير كيقلبوا فين يديروا. أم مباركة أشنا هو رسالتك المشاهدين المغاربه؟ شنو رسالتك للاخوان المغاربه؟ الله يجازيهم بخير، الله يرفع عليهم قدم قدم على الله، الله يجعل اللهم انت عليهم ويديروا هذه الحسنه هذا عبد المجيد، هما انسوا ربي ما غينساهاش، الله يرفع عليهم قاده، والله يرفع عليهم باله، والله يعمل اللهم تعالى ثبتنا وثبتهم على الخاتمه، الله يثبتنا وثبتهم على الخاتمه، الله يعملهم من هل سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، وهذا هو اللي كاين وكاين الله وليدي، الله يطرف عليكم ويقطع خيركم. الحمد لله. ام البركه، المغاربه بغاو شي رقم اللي تواصلوا معك فيه، اعطينا شي رقم ام مباركه اللي المشاهدين ديالنا والمغاربه داخل ارض وخارج ارض وطن باش يتواصلوا معك. طبيعة الحال حنا كنبقاو مجرد منبر اعلامي اللي كيوصل الحاله من الناس الى الناس، وكيبقى الحكم بعد الله سبحانه وتعالى، كيبقى المشاهد المغربي المواطن المغربي وكيعرف امتى يتفاعل مع الحالات اللي هي حالات جاده. ولاكيد قناة مغارب نيوز الحمد لله هذا هو الحاجة اللي كنفتخروا بها كمراسلين داخل القناة، وأنه ما كندخلوش في القضايا اللي فيها يعني الحوايج المشبوهة، كندخلوا في القضايا الإنسانية اللي كنتأكدوا 100% بأنها في حاجة للمساعدة. فبقوا معنا مشاهدينا الكرام باش نعطيو الرقم ديال أم مباركة. الرقم ديال أم مباركة اللي بغى يتواصل مع أم مباركة وبغى ينقد هذا الطفل، كنعاود نقولها، هذا الطفل اللي هو في جسد رجل عبد المجيد اللي في العمر ديالو 52 سنه. لاحظوا كنتمنى المشاهدين ما يركزوش عليا انا بقدر ما يركزوا على الحركات والسكنات ديال عبد المجيد. الرقم ديال ام مباركه اللي بغى يتواصل معاه وبغى يساعد عبد المجيد هو 06 20 49 58 20. اعيد 06 20 49 58 20. إذا هنا مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين قناة مغارب نيوز، سنأتي على نهاية هذا البث المباشر، على أمل اللقاء بكم في مباشر آخر بحول الله. وأكيد قبل ما نختموا حنا غادي نتابعوا الحالة ديال عبد المجيد إن شاء الله، وغادي نتواصلوا مع مباركة إن شاء الله ومع الأخت المناضلة اللي ناضت مع هذا الأخ ومع هذه الأم هذه، غنتبعوا القصة ديالهم حتى نشوفوا في الوصلات ان شاء الله. واكيد عندنا اليقين في الله سبحانه وتعالى، والاول عندنا اليقين في المغاربه ان شاء الله انهم غادي يتعاونوا مع عبد المجيد. حاجه وحده كتلم مباركه، كتقول انا ما بغيتش غير ولدي يبقى يشعر بهذاك الالم، بغيت غير ولدي يبان لي كينعس هو مرتاح. هذا هو الطلب ديالها، ما كتطلب حتى شي حاجه، كتقول ما باغي لا فلوس، ما باغي غير ولدي. ياك ام مباركه شاف لي يا وليدي شاف لي يا وليدي ما بغيت والو، بغيت عاد شاف لي يا ولدي. كنقول هذاك المرض اللي فيه الله يعمل يجيني انا، هو مسكين كيتالم وما كيقول لي والو، ما كيقول لي والو. دوك راه شهر هو شوف ما تحركش من بلاصتو، ما تمش عاونني في عند رياني عاد سمعوني في انتم غادي يحكوا على ديالي والشاط عليا. يعني هو مسكين ما كيهز كاس، ما كيتش ما يهد لا كاس ولا هادي ولا هذيك ولا تربيه هكا تربيه زاد من الكاش وحطها تما مسكين بحال شي تربيه محفوظ صافي. هذاك الشيء كان ينوض بحال كنوض ويمشي يكسر يجي من طلفي، دوكا ما بقى يدير حتى شي حاجه، ما بقى يديرها هكا يلاه سبحانه وتعالى. اذا مشاهدينا الكرام، قصه راه واضحه وكل شيء بين قدامكم.